هنتطرق دلوقتي لمجموعة من الأسماء اللي اشتهرت بموضوع البغاء في الجاهلية وتواترت عنها الأخبار. أول واحدة الزرقاء بنت وهب، لقبوها الزرقاء لأنها كانت زنجية، شدة السواد المختلط بزرقة، هي كانت زنجية وكانت أقلهم أجرة، وأبنائها معروفين إن هم بني الزرقاء، ودي كانت زوجة أبو العاص ابن أمية وأم الحكم ابن أبي العاص وجدة مروان ابن الحكم الخليفة الرابع في الدولة الأموية. تاني واحدة كانت مرجانة بنت نوف، وكانت أما عند عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت، وكان بيصلها الرجال سرا، منهم واحد اسمه زياد ابن أبي أو أبية مش عارفة بصراحة. فلما عرف عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت باعها في سوق العبيد، وكانت حامل فولدت ولدين، وكان الولدين كل واحد فيهم بينسب ليها، يعني اتقال فلان ابن مرجانة، ما كانتش نسباه الى اب. ولكن بعد ما حصل تولية في الدولة الأموية استدعاهم زياد ابن ابي او ابيه ده وولاهم، ولا واحد منهم على البصرة وواحد منهم على الكوفة. التالتة كان اسمها حمامة، هي أم أبو سفيان وجدة معاوية ابن أبي سفيان. الرابعة أمنة بنت علقمة ابن صفوان، وهي دي أم مروان ابن الحكم. ولكن في الحقيقة مروان ابن الحكم في الروايات المتواترة إن هو كان أبوه هو أبو سفيان ابن الحارث ابن كلدة، ده غير أبو سفيان ابن حرب، ولكن هي نسبته إلى الحكم فأصبح مروان ابن الحكم. اللي بعد كده النابغه سلمى بنت حرمله، دي كانت ام عمرو ابن العاص. في عمرو ابن العاص اللي الروايه المتواتره ان هي وقع عليها 5 من الرجال او 6 من الرجال، ولكن لما جت تنسب عمرو واحد منهم نسبته لابن العاص، ده لان هو كان بينفق عليها بسخاء اكتر، وده كانت من النوع اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول خالص، اللي هي المراه اللي بتتعاقد مع مجموعه من الرجال، فاذا انجبت ولد بتنسبه للي هي عايزه تنسبه ليه، فنسبت عمرو لمين؟ لابن العاص. بعد كده هند بنت عتبه، وكانت من الحرائر اللي احنا القسم اللي احنا اتكلمنا عنه، الحرائر اللي بيمارسن البغاء سرا، ولما انجبت معاويه كان معاويه ينسب يعني لاكثر من اب، ولكن هي نسبته لمين؟ للزوج الشرعي، الزوج اللي امام الناس، زي ما قلنا لحضراتكم ان هي كانت من قواعد الموضوع وقواعد اللعبه ان هذا الامر لا ينفضح امام الناس، فبالتالي نسبت معاويه لأبي أبو سفيان، معاوية ابن أبي سفيان. آخر واحدة معانا ميسون بنت جندل الكلبية، ودي كانت زوجة معاوية ابن أبي سفيان، وهي الرواية المتواترة إنه هي حصل خلاف بينها وبين معاوية فأرسلها عند أبيها، وحصل ممارسة للبغاء سرا مع عبد لأبيها، ولما حب إن هو يصلح الأمر وبعد علشان يجيبها رجعت له وهي حامل في يزيد ابن معاوية. بمناسبة بقى يزيد ابن معاوية، الرواية عن سيدنا الحسن عليه سلام الله لما راح له يزيد وقال له يا حسن إني أبغضك، أنا بكرهك ما بقبلكش، فسيدنا الحسن بمعنى الرواية رد عليه وقال له ده لأن أمك لما جت إن هي تحمل فيك كان الشيطان بيضع نطفته معاك فاختلط الماءان، يعني أنت مختلط معاك الشيطان في تركيبك وتكوينك علشان كده أنت بتكرهه، وده شيء معروف ومتواتر عند آل البيت كلهم وعند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم وسيدنا علي، إن ما بيكرهش آل البيت سيدنا علي والحسن والحسين والناس ديت إلا أبناء البغاء. أظن كده بقى تتكونت لنا صورة لما بيتواتر عن آل البيت وعن نبينا صلى الله عليه وسلم موضوع أبناء البغاء، وإن هو ما بيكرههمش أو يقتل حد فيهم إلا حد بيكون من أبناء البغاء. وشفنا دلوقتي الشخصيات، كل الشخصيات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة هيجي أساميها معانا بعد كده، عرفنا أصل الشخصيات ديت إيه وفصلها إيه.